طب خلونا نروح من أرقام زيدان للأفضل في دوري أبطال أوروبا النهاردة. النهاردة بيتم الإعلان عن أفضل 11 لاعب في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا. يمكن غاب عن التشكيلة ديت محمد صلاح، ومش بس محمد صلاح، يمكن ما فيش ولا لاعب، وانت كنا لسه بنتكلم، فيش ولا لاعب من ليفربول أصلا اتحط في هذا التشكيل الأفضل. صحيح يعني. محمد صلاح يمكن غاب عن التشكيلة، لكن هيجي لنا خبر يمكن يسعد كل المصريين. لكن نحب نعرف حضراتكم على التشكيل الأفضل في الشامبيونز ليج. كان في حراسة المرمى بوفون طبعا، خط الدفاع أكيد لاعب المان سيتي، بوبوف لاعب دينامو كييف، وسولي نجم البايرن، هيرمسو ده أتلتيكو مدريد، أنخيلو لاعب لايبزيج. خط النص كان فيه فورمير ده كلاب بروج، كاراسكو نجم أتلتيكو مدريد. في خط الهجوم كان موجود امبابي طبعا باريس سان جيرمان، وكريستيانو رونالدو طبعا اليوفنتوس، وبجانب نيمار أو جونيور نيمار زي ما بيقول ده باريس سان جيرمان. دول الافضل 11 في الاسبوع الاخير او في الجوله السادسه من الشامبيونز ليج. لكن غياب صلاح ما اعتقدش يعني كان زعل ناس كتير، لان في خبر جيد جدا ان صلاح كمان بيحقق ارقام قياسيه على مستوى البريمير ليج. كل يوم صلاح بيحقق رقم جديد. كمان صلاح كان في عنده تصريحات ذكيه جدا جدا النهارده نشرها الموقع الرسمي لنادي ليفربول، لما سالوه عن كونه اصبح الهداف التاريخي للريدز في الشامبيونز ليج. عارفين ان جيرارد طبعا نجم ليفربول كان هو متصدر هذا الرقم، لكن صلاح بهدفه كمان، هدفه في الجوله الماضيه من الشامبيونز ليج، هو كمان خلي بالكم ده اسرع هدف لليفربول في الشامبيونز ليج، 55 ثانية، ده رقم قياسي كمان صلاح بيحققه. طبعا أكتر أهداف أحرزها مع ليفربول في الشامبيونز ليج، وقال إن الهدف هدف مهم على المستوى الجماعي أكتر منه المستوى الشخصي. ومن خلال كمان يعني استضافوا يعني يوجن كلوب، قال لهم صلاح ما بيفكرش في كسر الارقام الشخصيه، هو كل بيفكر فيه ازاي يحقق نتائج للفريق. وده اللي اكده صلاح، ان عنده الاهم انه الهدف يكون هدف مؤثر للفريق، يتوج ببطوله، يتوج بشيء مهم، لكن الارقام القياسيه هي بتيجي لوحدها وما بيفكرش فيها اصلا. كل الارقام القياسيه اللي بيحققها صلاح ما بيكونش بيفكر فيها على المستوى الشخصي، لكن على المستوى الجماعي. تعالوا نشوف تقرير عن محمد صلاح صاحب أسرع هدف في تاريخ ليفربول. مع كل طلعة شمس يوم جديد، يوقع نجم مصر وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بلمساته في موسوعة التاريخ الإنجليزي والأوروبي. فلم يعد الفرعون المصري يكتب إنجازاته في البريمير ليج، بل انطلق ليضع قدما أخرى في دور الأبطال، ثاني أهم بطولة على مستوى العالم بعد المونديال. حكاية مو الولد الذهبي للريدز لا تنتهي، ولا تزال مستمرة بنجاح ساحق على مسرح التاريخ الكروي الإنجليزي. وجاءت مواجهة الأحمر مع ميتلاند الدنماركي أمس ليكون على موعد مع مفاجأة من العيار الثقيل، فقد ضرب عصفورين بهدف واحد بعد أن أصبح صاحب أسرع هدف في تاريخ ليفربول في دوري أبطال أوروبا، والذي جاء بعد 55 ثانية فقط، كما تفوق على القائد التاريخي ستيفن جيرارد واحتل مكانه أوروبيا برصيد 22 هدفا سجلها في 37 مباراة فقط. 55 ثانية فقط فتحت أبواب المجد والتاريخ أمام الفرعون محمد صلاح، فقد سجل هدف التقدم لليفربول لينفرد بصدارة هدافي الريدز في دور الأبطال على مدار التاريخ ولحين إشعار آخر. وعلى الرغم من أن هذا الهدف وضع صلاح في المقدمة، إلا أن نجم ليفربول وصاحب الإنجاز السابق ستيفن جيرارد علق على ذلك بجملة تحمل الكثير من الدعم والتشجيع لنجم مصر، بعبارة كتبها على حساب ليفربول على موقع إنستغرام قائلا: أحب ذلك مو. وحرص حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على إبراز إنجاز صلاح بتسجيله أسرع هدف لفريقه ليفربول في دوري الأبطال، وأشاد بما حققه مع ليفربول حتى الآن. كان أول هدف لصلاح ضد إشبيلية على ملعب أنفيلد في الجولة الأولى لدور المجموعات لموسم 2017-2018،
وهو هدف سجل في أول مباراة لنجم مصر مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا. وكان أفضل موسم تهديفي لصلاح في أوروبا هو موسم 2017-2018، فقد سجل 10 أهداف خلال 13 مباراة، هذا بالإضافة لصناعة 5 أهداف آخرين. وشهد هذا الموسم تسجيله ثنائية خلال مبارتي ماريبور السلوفيني في دوري المجموعات والثاني أمام روما في ذهاب نصف النهائي، وهو شيء لم يفعله صلاح مرة أخرى. وفي موسم 2018-2019 سجل صلاح 5 أهداف فقط خلال 12 مباراة مع صناعة هدفين، منهم هدف ليفربول الأول ضد توتنهام في نهائي البطولة والذي انتهى بهدفين دون رد، وسجل ثنائية بمرمى ريد ستار الصربي في دوري المجموعات لهذا الموسم. أما موسم 2019-2020 فكان أقل موسم تهديفي لصلاح، فقد أحرز 4 أهداف خلال 8 مباريات مع صناعة هدفين فقط قبل الخروج من دور 16 ضد أتلتيكو مدريد، وهو الموسم الوحيد الذي لم يلعب فيه صلاح نهائي البطولة مع ليفربول. واكتفى صلاح بثنائية ضد ريد بول سالزبورغ النمساوي خلال دور المجموعات لهذا الموسم. وفي الموسم الحالي سجل 3 أهداف فقط خلال 6 مباريات مع صناعة هدف حتى الآن.